شرح قصيدة الغرام القاتل، الشاعر علي دمر. الصف الثامن، اللغة العربية. الغرام القاتل، مدخل إلى النص. حين يستهين الإنسان بصحته ويغيب الوعي، يدمن التدخين ويعيش مع الأوجاع والعلل وصولا إلى الموت. والشاعر في نصه هذا يحذر من هذه العادة السيئة ويوضح آثارها السلبية. علي دمار شاعر عربي سوري، ولد في حماة عام 1925 ميلادي، وتوفي عام 1985 ميلادي. من أعماله حنين الليالي، غيبوبة الحب، إشراق الغروب، ومن ديوانه أخذ هذا النص. أعطيه من رئتي قوتا ومن مالي، كي يأخذ العمر من ذرات أوصالي. هذا الدخان الذي أفني لفافته، يفني حياتي ويدنيني لآجالي. سم شهقت به فانساب في بدني، لصا يمزق أعصابي وأحوالي. سم بطيء يظن المرء نفثته، من متعة النفس أو من راحة البال. نقيعه أصفر بالموت مختزن، طعامه مزق من عمرنا الغالي. يكوي الحناجر يقطات الرئات، وفي مسالك الدم يرمي خبث أهوالي. يحشو الإرادة تخديرا فيطرحها مشلولة كرداء مهمل بالي. يا ويح من يشتري خصما ليقتله بالمال، مهما يكن في شك إقلالي. شرح المفردات: انساب مشى مسرعا، نقيعه سمه البالغ القتل، مسالك جمع مسلك وهو الطريق، الخبث القبح والرداء، يا ويح وهي كلمة توجع. أعطيه من رئتي قوتا ومن مالي، كي يأخذ العمر من ذرات أوصالي. أعطيه أي أمنحه، أقدم له قوت، القوت وهو الطعام أو الغذاء. مال أي نقود، يأخذ يتناول. ذرات جمع ذرة، وهنا يقصد بها الخلية. أوصال أعضاء. شرح البيت: أقدم الغذاء للدخان من كلا رئتي ومن نقودي، وهو يقنص الحياة من خلايا جسمي. ذرات أوصالي أي خلايا جسمي. هذا الدخان الذي أفني لفافته، يفني حياتي ويدنيني لآجالي. الدخان أي التبغ أو التدخين. أفني أي أبلي، أنهي. حياتي عمري، يدني يقرب أي يجعل قريبا. لفافة ويقصد بها السيجارة. الآجال جمع أجال وهو الموعد، ويقصد بها هنا الموت. شرح البيت: إنني أحرق لفافة التبغ، وهي تنهي عمري
وتقربني من حتفي. الحتف وهو الموت. سم شهقت به فانساب في بدني لصا يمزق أعصابي وأحوالي. السم أي المادة القاتلة. شهقت أي تنفست. انساب أي سال. بدني جسمي. لصا أي سارقا أي شخص ضار مؤذي. يمزق يقطع أشلاء. أعصاب جمع عصب. أحوالي جمع حال، وهنا بمعنى صحة. شرح البيت: إنني أستنشق هذه المادة القاتلة فتسيل في جسمي كالسارق الذي يقطع أعضائي ويؤذي صحتي. سم بطيء يظن المرء نفثته من متعة النفس أو من راحة البال. بطيء أي على مهل، شيئا فشيئا. يظن أي يعتقد. المرء الشخص. نفثته أي لهيبه، دخانه. متعة نشوة. النفس الروح. راحة البال أي الارتياح. شرح البيت: شيئا فشيئا تضر هذه المادة بالشخص، وهو يعتقد أن دخانها يعطيه نشوة وارتياحا. نقيعه أصفر بالموت مختزن. طعامه مزق من عمرنا الغالي. نقيعه النقيع أي السم القاتل. أصفر أي لونه أصفر. الموت الأجل، نهاية الحياة. مختزن أي مليء مملوء. طعامه أي غذاؤه قوته. مزق قطع. عمر أي حياة. الغالي الثمين. شرح البيت: لون هذا السم القاتل أصفر، وهو مليء بنهاية الأجل، ويتغذى بقطع من حياتنا الثمينة. يكوي الحناجر يقطات الرئات وفي مسالك الدم يرمي خبث أهوالي. يكوي أي يحرق يلذع. الحناجر جمع حنجرة أي الحلق. يقطات يتغذى. الرئات جمع رئة. مسالك الدم أي مجاري الدم، وهي الأوردة والشرايين. يرمي يلقي يترك. خبث أي خبيث ضار. أهوال مصائب. شرح البيت: يحرق هذا السم الحلوق ويتغذى على الرئات ويجري في الشرايين والأوردة ملقيا فيها المصائب الضارة. يحشو الإرادة تخديرا فيطرحها مشلولة كرداء مهمل بالي. يحشو يملأ. الإرادة القوة الهمة القدرة على فعل ما. تخديرا مادة مخدرة أي منومة. يطرحها يلقيها مشلولة بلا حراك. رداء ثوب قماش. مهمل متروك لا أهمية له. بالي أي رث مهترئ. شرح البيت: يقوم هذا السم بتخدير قدرة المرء على تركه، وتصبح إرادته كما لو كانت قطعة قماش قديمة تلقى بلا حراك. يا ويح من يشتري خصما ليقتله بالمال مهما يكن في شك إقلالي. يا ويح أي يا ويلة. يشتري أي يدفع ثمنا. خصما أي عدوا ندا. يقتله أي ينهي حياته. المال النقود مهما يكن أي في كل أحواله حتى لو كان.
شك ظن إقلال الفقر. شرح البيت: يا ويل من يدفع ثمن الأعداء لينهي حياته مهما يكن في فقر وقلة من المال.